لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنبتدي نشرح اول حلقة في منهج كونكت بلس برايمري 3 الترم الثاني، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو لسه ما استلمناش الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده الكونتنت او المحتوى الخاص بالترم الثاني. هو عندنا الترم الثاني بيتكون من 6 يونتس او 6 وحدات، بيبدأ من اول يونت 7 او الوحدة السبعة. طبعا يونت 7 عنوانها Where are the family؟ Where are the family او اين الاسرة؟ يونت 8 At the museum، at the museum او في المتحف. Unit 9 at the hospital، at the hospital او في المستشفى. بعدين عندنا review 3، كنا عندنا في الترم الاول review 1 و review 2، دي review 3 على unit 7 و 8 و 9. وبعد كده في عندنا حاجة اسمها non-fiction reader، non-fiction reader او قصة غير خيالية، وعنوانها the grand Egyptian Museum أو المتحف المصري الكبير. بعدين عندنا Unit 10 واسمها We Love Adventure. We Love Adventure أو إحنا بنحب المغامرة، نحن نحب المغامرة. Unit 11 Keep in Touch. Keep in Touch يعني خليك على اتصال، خليك متواصل معنا. Unit 12 Community Connections. Community طبعا احنا عرفنا Community يعني المجتمع، Connections يعني الوصلات او وسائل الاتصال الخاصة بالمجتمع المختلفة وازاي بنتواصل مع المجتمع بتاعنا باشكال مختلفة. وعندنا بعد كده Review 4 او المراجعة رقم 4، دي Revision على Unit 10 و 11 و 12. وبعدين عندنا حاجة اسمها Fiction Reader. Fiction Reader او القصة الخيالية واسمها نسمة's invention. نسمة's invention او الاختراع الخاص بنسمة. وتعالوا نبدأ مع بعض ويونت 7 ونشوف المحتوى بتاعها شكله عامل ازاي، خليكم معايا. طبعا يونت 7 يا اصحابي عنوانها Where are the family. Where are the family او اين الاسرة. بيزي بي بتقول لنا هنا look listen and read. look انظر listen استمع and read واقرأ. فعندنا هنا صديقنا بيقول Today we are with our family. النهاردة احنا مع الأسرة بتاعتنا. We have lots of cousins. We have lots of cousins. احنا عرفنا cousin يعني ابن أو بنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة، يعني أولاد عمنا وعمتنا أو بنات عمنا وعمتنا وأولاد خالنا وخالتنا أو بنات خالنا وخالتنا، كل دول اسمهم cousins. فهنا بيقول لنا ان هو عنده lots of cousins او اولاد عم وعمة وخال وخالة كتير قوي. فمرة تانية Today we are with our family. We have lots of cousins. Number 2 بيقول Amir is 13. Amir عنده 13 سنة. He is a teenager. Teenager طبعا احنا عرفنا ان هو سن المراهقة اللي هو اكبر من الطفولة شوية ولسه في اول الشباب. He is helping his brother Adam. هو بيساعد اخوه آدم. يبقى مرة تانية Amir is 13. He is a teenager. He is helping his brother Adam. Number 3 بيقول Adam is building a tower. آدم بيبني برج، برج من الابراج. That's a good boy. That's a good boy هو ولد شاطر. طبعا ده أمير اللي هو بيساعد أخوه آدم الصغير. يبقى مرة تانية Adam is building a tower. آدم بيبني برج. That's a good boy هو ولد شاطر. في number 4 بيقول My nephew طارق. My nephew يعني ابن أخي. ابن أخويا اسمه nephew.
فانا لما اقول my nephew، لما انا اقول my nephew يعني ابن اخويا. طارق is a baby، is a baby يعني هو طفل رضيع. my sister is holding him، اختي شايلاه. look انظر at my niece، my niece يعني بنت اختي. انظر على بنت اختي لاما، اسمها لاما. she's learning to walk، she's learning to walk، هي بتتعلم ازاي تمشي. بمرة تانية my nephew ابن أخي طارق is a baby هو طفل رضيع. my sister is holding him أختي شايلة. look at my niece انظر على ابنة أختي لاما اسمها لاما. she's learning to walk هي بتتعلم المشي. في number 5 يقول لنا I love seeing my family، I love seeing my family، أنا بحب إن أنا أشوف أسرتي. في البيج دي طبعا عرفنا بعض الكلمات الجديدة الخاصة بأور relatives أو بأقاربنا. طبعا عرفنا يعني إيه cousins وإحنا كنا عارفينها قبل كده. عرفنا يعني إيه teenager يعني مراهق، يعني بيبدأ من سن 13 وانت طالع لحد ما توصل ل 18، طبعا ده سن المراهقة. عرفنا يعني إيه nephew، nephew يعني ابن الأخ. وعرفنا يعني إيه niece، نيس يعني ابنة الأخت، نيس يعني بنت الأخت. وتعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي. طبعا في البيج دي بيزي بي بتقول لنا look and write انظر واكتب، listen استمع، check and say اعمل علامة وقل. فهنا عندنا بعض الكلمات. أول حاجة اسمها adult، adult يعني شخص بالغ، teenager يعني مراهق، baby، baby يعني طفل رضيع، elderly person، elderly person يعني شخص مسن، شخص كبير عنده أكتر من 60 سنة، child، child يعني طفل، toddler، toddler يعني طفل صغير، طفل صغير اللي هو طبعا اللي هو أقل من child شوية لسه ما دخلش المدرسة. يبقى مرة تانية adult شخص بالغ، teenager يعني مراهق، baby طفل رضيع، elderly person، elderly person يعني شخص مسن كبير في السن، child اللي هو زي أصحابي كده من أول ما يدخلوا KG1 لحد ما يخلصوا المرحلة الابتدائية، بعدين toddler، toddler اللي هو الطفل الصغير اللي هو لسه كان بيبي من شوية وبدأ بقى بيتعلم المشي وخلاص بيحاول يتعلم كمان الكلام، بيبتدي يأكل أكل عادي، هو طفل صغير. طبعا لازم نكون حافظين الكلمات دي كويس قوي. مدينا هنا مجموعة صور، اول صورة نمبر 1 هنا فيها طفل صغير خالص، المفروض نكتب تحت منها ايه يا اصحابي؟ شاطرين، بيبي، فنكتب هنا بيبي لان بيبي يعني طفل رضيع. بعدين المفروض ان البيبي ده لما بيكبر شوية بيبقى ايه يا اصحابي؟ شاطرين، بيبقى toddler، toddler يعني طفل صغير اللي هو لسه بيتعلم المشي. طب لما بيكبر شوية كمان ويبتدي بقى يخش المدرسة ويبتدي بقى يعرف المدرسة ويتعلم، شاطرين، بيبقى child، child يعني طفل صغير. طب بعد كده لما بيكبر شوية بيكون ايه يا اصحابي؟ شاطرين، بيكون teenager، teenager يعني مراهق. بعد كده لما بيكبر شوية وبيبقى شخص بالغ بنسميه adult، adult يعني شخص بالغ. الشخص البالغ ده بيكبر في السن وخلاص بيعدي سن 60 سنة بنقول عليه elderly person، elderly person أو شخص مسن، شخص كبير في السن. دي اسمها life stages، life stages أو مراحل الحياة. وطبعا لازم نكون حافظين الكلمات دي كويس جدا، عارفين كل كلمة معناها ايه. طبعا دي أول حلقة من شرح منهج كونكت بلس الترم الثاني. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.